الرحمن الرحيم، معكم عبد الجليل بودربالة، يعني مستشار بمقاطعة حصين ونائب الرئيس بها. كنتكلم معكم أولا اليوم باسمي الخاص وبصفتي الشخصية لعدة اعتبارات، وعلى أساسها أنني يعني تحطيت في موقف محرج اليوم، لأن هذا النشاط الإخوة الضيوف على مقاطعة حصين اتصلوا بي أنا الأول باش ينظموا النشاط عندنا، ودرت اتصالات ديالي مع السيد رئيس مجلس المقاطعة ورحب بالفكرة، وكان يعني ديما انا حلقه وصل بين الجمعيه اللي طالبه تنظم النشاط عندنا مع السيد رئيس مجلس المقاطعه. دارت المراسله للسيد الباشا، يعني قالوا لنا ان المركب غير جاهز لاحتضان النشاط. علاش هذا المركب غير جاهز؟ ما فيش الصوتيات. قلنا لهم غنوفروا الصوتيات، الجمعيه مستعده توفر الصوتيات. الاناره ما كايناش، تبين ان الاناره كاينه وتيطلقوها غير مين ما بغاو، الاناره كاينه. جيت انا للمركب في رمضان، يعني لان باش نشوف السيد المدير، تلاقات بيا الكاتبه ديالو ولا المهم شي وحده في الاستقبال، قلت لها قدمت لها الصفه ديالي، قلت لها اتصل به قول له بغيت نشوفه ولا اعطيني الهاتف ديالي نتواصل به. اتصلت به كيرفض يعطي الهاتف ديالو، كيرفض التواصل. اذا علاش عيننا واحد المدير اللي ما قادرش يتواصل حتى مع المنتخبون؟ فما بالك بالجمعيات وبالساكنه بالمواطنين العاديين؟ هذا سؤال عريض. انا تلاقيته اول مره وتيبان لي يعني راه محفز للعمل، ولكن كاين شي سبب تيخليه منغلق وسد على راسه اللي خصو يتعرف. ثانيا ان هذا المسلسل ديال المنع ما هوش وليد اليوم. السيد الباشا، وتنقولها بصريح العباره وتنوجه الخطاب المباشر، السيد الباشا رئيس دائره قريه ولاد موسى، عانينا مع الامرين لدرجه انه في دوره مناقشه الحساب الاداري لهذه السنه ناقشنا، انا شخصيا طلبت نقطة نظام وقلت انه لا كنا غنناقشوا الميزانية ونصادقوا عليها باش يتمنعوا الانشطة، ما كاينلاش نصادقوا عليها. ولا اقتضى الامر حتى استقالتي انا حطاوها، باقي وشاهدين عليها الاخوان المستشارين، وكان حاضر السيد رئيس قسم جماعة المحلية وما كانش عارف شنو كاين، ووضعناه في الصورة، واللي قال لنا في الدورة ان هذا الشيء راه ما غاديش يتكرر، وراه السيد العامل أشعر في حينه. اذا كان الاشعار ديال السيد العامل تمنعوا أنشطة اللي برمجنا لهم الميزانية مجلس مقاطعة حصين، وتحطوا في البرنامج السنوي ديال المقاطعة، وتخبر به السيد الباشا ومصالح العمالة، وتخضع عليه لوكي أنشطة لمناسبات وطنية يعني، وتمنعات. بعض المرات تنضطروا نغيروا مكان النشاط، يعني عيد الشباب، عيد العرش، يمكن يعني اما المنع ولا ما تدارش ترابط ديال القرية. واحد حفل فني قال لك ما يدارش في القرية، دينا سلة جديدة. انا عارض على ليزان فيتي المدعوين، جاو القريه انا مخباريش كاع تمنا، كانوا تيتصل بيا السيد مدير المصالح، وكانت عندي الجلسه حتى خرج عيطت له قال لي راه النشاط راه ما غيبقاش هنا، راه سلا جديده باش نتواصل مع واحد العدد من الناس كانت تعذر، ما بقيتش عاقل كاع شكون عطيتو الدعوه شكون ما عطيتوش. اذا وفشل النشاط باش نقولها سلا جديده، ما القاعه اللي دار سلا جديده، الناس جاو هنا لقاو نشاط سلا جديده ما مشاوش. شنو هو المبرر علاش تيقول لك الهاجس الامني؟ الهاجس الامني مسيطر عنده في التفكير ديالو السيد رئيس الدائره. وانا ناقشوا معايا قال لي درتو حفل الختان، وجيت وما لقيت معاه من نهضر، وكل واحد جايين معاه خمسه اللي غيتختن. المغاربه راه كيحتفلوا بولادهم من كيختنوا، راه حفل الختان المغاربه راه كيديروا له الدقه يحتفلوا به بالقران وبالدقه والطباله والغياطه في العرف المغربي في التاريخ المغربي. اذا باش تجي تقول لواحد الناس جايين موقع تاع مشكل. لا غنهضروا حفل الختان دائما من سنين كديروا، ماشي غير مقاطعه حصين، مختلف الجامعات الترابيه بالمغرب، وما كاينش اشكال، كيوقعوا اخطاء طبيه، راه كاين تامين، كاين هذا. دونك هذا الاول اللي انتقدوا، جا قال لك درنا الحفل ديال السنه الامازيغيه ملي مشينا عنده حتى الاخر لحظه غيتمنع، السبت والحد كاينين. الجمعه درنا معاه اللقاء قال لك سميتو القاعه شحال كتهز، قلنا له 260، قال لك ما يفوتش العدد 260. انا شوف العدد ما عمرو كان هاجس، الا كنا كنعرفوا ننظموا القاعه كتهز 260 وعمرات 260 و30 بقاو واقفين، راه نجح النشاط وكاين تفاعل، والساكنه عبرات على الالتفاف ديالها مع الجمعيات المنظمه ومع مجلس المقاطعه، ويعني وكاين ارضيه خصبه للعمل الاجتماعي مشى هذاك. دونك داك الحفل الثقافي قال لك كذا، هذه. قلت له شوف السيد الباشا، راه قلتها له ديك المره وما التقطش الاشاره، راه المقاطعه حصين فيها الاطر، فيها الكفاءات، راه عندنا المقاطعه هي الفضاء ديالها كي داير، هذا المسرح كيف ولا المركب الثقافي شفتوا البنايه كيف دايره، عندنا التراموي، عندنا الطوبيسات جداد حتى القريه كيدخلوا ليها، عندنا المستشفى الاقليمي، هذه المرافق كامله. لو انه الهاجس الامني غيهرسوها الناس، غيمشيو يخربوها، وغادي يكون تكرفيس، وغتكون الازبال في كل مكان، القريه راه ولا حي راقي.
بماليه بتاريخه بتفكيره. عندنا الاطباء، عندنا المحامين، عندنا المهندسين، عندنا المخترعين الدوليين، يعني عندنا كفاءات كبيره. اذا باش نمنعوا من اجل المنع ما يمكنش. وراها قلت لكم انا من تمنع تبليط ديال الزنقه حاول يمنعها. تبليط الزنقه حاول يمنعها، خذا الكاميون الوراق للكاميون، ناقشناها في الدوره وريب لهم هذاك المأول اللي كينعسوا فيه العمال، بالعين مع علم انه دارت جوله معاه وداك المكان اللي بناو فيه المأوى بالموافقه ديال. اذا هذا الشيء غير مقبول، علاش غيطريب؟ اذا هنا تساؤلات. اذا الا كان عنده الفكره ما دارتها نشاط يقولها لنا من الاول، وما نبرمجوش الميزانيه وما كاينش يعني الانشطه ديال الجمعيات ما تبرمجش. انا بقى في الحال لان الجمعيه ضيفه ودارت الاشكال حتى يعني رجل السلطه ما ناقش القضيه ديال الوصل، وحتى رجل السلطه ما ناقش الوضعيه القانونيه للجمعيه في المقاطعات الاخرى اللي دار فيها النشاط. وحنا كان غادي يشرف مقاطعه حصين ان تحصد الحفل الختامي، لان ما درناش انشطه اللي وازينه في لهذا السبب. يعني ديما كنا كنناقشوا فضاءات فين نديروا حصين ما فيهاش فضاءات، كنعطيو المقر ديال قاعده الاجتماع ديال مجلس المقاطعه ما كتفوتش 50 80 الناس، الا زدنا الكراسه 80 هذا النشاط اللي غايجيو له المئات 200 300 تمنع الجمعيه. انا تحرجت مع الجمعيات، تحرجنا مع الضيوف، وراه يمكن اليوم حتى كنتفاجئ مع الجمعيات اللي حاضرين. انا شي اخ من الجمعيه قال لي راه فايت دار نشاط وفيه ناس دبلوماسيين وجاو لقاو القاعه مسدوده. كان يمكن خطا من الجمعيه مع التواصل مع هذا، ولكن من كيجيو ناس دبلوماسيين كنعتقل موقف نحلها نطلعو من المقاطعه ندير حل. هذا اشكال. اذا راه الصوره ديال الدوله ما بقاش صوره مقاطعه حصين بوحدها، وانا راه كنهضر الان على صوره المواطن اللي في مقاطعه حصين والصورة الفاعل الجمعوي سابقا. انا باقي جمع ولكن الان كنمثل الساكنه. راه ما يمكنش ما عمر الانشطه حبست من المقاطعه. حسين البروكي رئيس جمعيه نور الحيل للثقافه والرياضه والاعمال الاجتماعيه. الجمعيه اللي منظمه هذا المهرجان، مهرجان سلالي الكوميديا. المهرجان بدا في 27 في شهر 2، الاقصائيات ديالو تمت في دار الشباب العيايده 2، الافتتاح دار داخل مقاطعه العيايده في المجلس داخل. بدينا التصفيات والاكاديميه دازت في بطانه. اليوم تنجيو تناخذوا واحد الشراكه موافقه اختتام. تمت الموافقه من السيد الرئيس اننا اعطانا الاوكي. فاليوم اخر المطاف الساعه الواحده، يعني بقى ثلاثه ديال السوايع، تنتفاجئوا بواحد القرار ديال منع دخول هذه الجمعيه لداخل هذا المركز هذا من طرف المدير ديال المركز. مبررات، عده مبررات جود كاين. قالوا لنا حق الصوتيات المواضيع ديال السكيتشات موجوده، وحنا يعني من 27 شهر 2 حنا تنديروا السكيتشات وما تمنعناش يعني حتى النهائي، فهذا غير مبرر. ثاني طلب اللي طلبوا منا ان الجمعيه حقها ما عندهاش الوصل النهائي. الجمعيه مؤسسه في 2021 عندها واحد الوصل، تمت واحد استقاله ديال واحد السيد اللي رحل المدينه طنجه باش نديروا مكان ديالو واحد اخر، درنا واحد الجمع عام استثنائي. عطاونا الوصل المؤقت، الوصل المؤقت اليوم عنده تقريبا 61 يوم او هذا. فالجمعيه الوصل المؤقت تخدم به النشاط ديال عادي. عده اشياء اللي تحط بنا من المدير كل مره تيجي هاتف ما عرفناش مين تياخذ هذيك القرارات ديالو باش يمنعنا. فالمشكل اننا ماشي في وليدات ديال سلا، المشاركين اللي جايين من مدن بعيده مشاركين معنا، وليدات ديال فاس، ديال طنجه، ديال مدينه قنيطره، الدار البيضاء، مدينه ديال تارودانت، فتتمنعهم التصل بهم يعني شيء. السيد ديال تارودانت انه جاي مسكين فرحان باش يوصل يقدم السكيتش ديالو، تنمنعو تنقول له اسمح لي راه حقا هذه، فتيبكي لي في الهاتف. يعني شيء يضر، حنا تنديرو شي حاجه اللي هي فنيه ثقافيه، ماشي شي حاجه تتخالف القانون ولا تتخالف شي حوايج. ف يعني نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.